مناطق منسية ومتروكة منذ عام 2003، مستنقعات طينية في الشتاء وطرق ترابية متخسفة في الصيف، فلا نصير لها. إنها القاطون غرب بعقوبة، حيث يسكن هنا ما يقارب 150 ألف مواطن. لا مي، لا مجاري، لا تبليط، هاي الشوارع شوف هاي قدامك، هاي التراب أكنه بالشتاء غرقانين اللي هنا يطين، بالصيف التراب فدهم. ماكو أي واحد يجي المسؤول يجي يعطيك صور، وهاي هي جينا هاي سوي كل شيء ماكو. وعود كثيرة أطلقها المسؤولون بتوفير مشاريع استراتيجية لانتشال الأهالي في موازنة عام 2021، إلا أن الوعود لم تنفذ رغم وجود أعضاء باللجنة المالية البرلمانية كانوا يوما ما يدعون بتمثيل هذه الأهالي. باللجنة المالية بس وعود، كل شيء ما سووا لدياله، دياله كل شيء ما سووا له، خاصة هاي منطقة الرحمة. فوق ال 150 ألف عائلة ترى هنا، أنت لا تشوف هسه بعد هالدنيا الصبح وهذا، بس من تجي العصريات يعني مكان درب تفوت ما أبي. عندنا ممثل بدياله باللجنة المالية النيابية، وعدنا بأن يسوي لنا الخدمات ولحد الآن ما سواها، وكل شيء ما شنو الخدمات اللي وعدنا بها منذ سنوات. أكثر من 100 مليار دينار عراقي قيمة مشروع الصرف الصحي في غرب بعقوبة أقر قبل سنوات، ويعتبر العائق أمام الإدارة المحلية للدخول لهذه المناطق، ولا زالت المزايدات الانتخابية تطرق هنا كلما اقتربت الانتخابات. كلفة المشروع 136 مليار تقريبا، صرف صحي ومياه أمطار، أدرج على وزارة البلديات وتم إعداد تصاميم، لكن ألغي هذا المشروع بسبب التقشف المالي اللي مر بالعراق في عام 2014، بالنتيجة عدم دخول الخدمات الأخرى، يعيق دخول الخدمات إلى هذه المناطق وخاصة الخدمات البلدية الخاصة بالتبليغ. ويدين أهالي ديالة تقاعس بعض نواب المحافظة في اللجنة المالية النيابية عن السعي لخدمة محافظتهم والنكث بوعودهم التي قطعوها لناخبيهم كوعود إدراج مشاريع مهمة واستراتيجية للمحافظة. من محافظة ديالة، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.